صباح الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تكون الأجواء صافية 37 درجة مئوية، الملموسة 34، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون مقبول. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، تكون الأجواء حارة بشكل عام 35 إلى 23 في سكاكا مع تربة مثارة، عرعر 34 إلى 22، أما تبوك 25 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة، رياح نشطة 39 إلى 28، جدة 33 إلى 28، مكة المكرمة أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من المطر 39 إلى 27، والطائف 29 إلى 18 درجة مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، حيث تشهد أجواء غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار، الباحة 24 إلى 14، أبها 23 إلى 13، وجازان 34 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 36 إلى 26، حفر الباطن 39 إلى 25، والإحساء 41 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 37 إلى 26، بريدة 36 إلى 25، وحائل 35 إلى 21 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.